شكرا سي عبد الرحيم. بديت تنحي من جهه ممكنه بقى ما عرفتهاش زمن سي ساعه اللقاء. كان المفروض ان الشركه تاخذ مبرره ولكن جات من طرف اخر لا باس. اعتقد ان يعني الشركات توسع النقاش السياسي عبر اليات ديال القرب ايها طول الاحياء تنأكد كذلك على ضرورة التواصل مع الشباب في العالم القروي اللي موجود هو اساسي من الشباب المغربي اليوم. بطبيعة الحال ما تحدث عن الشباب يعني ما تحدثش عن الفضاء، ما تحدث عن الشباب 30% من المغاربة يعني حوالي 3% من الشباب المغربي يعني حاملين انشغالات وطموحات تعيشوا في واحد الواقع الاجتماعي كنعرفوه تحت الناس كاين البطالة كاين شنقول الحضرة إلى آخره. يعني باش نكون بخير غادي نتكلم على غادي نعطي مثال الحالة اللي تابعة في الجزائر الإعلام إعلام جميعا هو التجربة ديال ألمانيا. يعني واحد الشاب مغربي من أصول مغربية اليوم تمكن أنه ترأس حزب كبير في ألمانيا والشاب عمر ديالو أنا أعتقد 25 سنة يعني حتى القرار هذا 25 سنة من الشاب يعني من خلال الكارير البوليتيك ديالو يعني التقى ترأس الحركة التعاونية ديال الحزب مرور الحركة الطلابية امتهان برئاسة الحزب هذا في ألمانيا. نعم في المغرب خصوصا في تحديد سن الشباب يعني الأخ منتج الشباب الحركية تيقول حنا عندنا من 18 ل 35 وتنفكروا نديروا 40 هنا تيبان الإشكال لأن حتى نهضر على السن تنهضر على تنحيلوا إلى يعني لواحد الانتقال الجيلي لأن هنا في المغرب غير نسمح أن الأحزاب السياسية يقود على الناس على 98 سنة. شكرا سياسة لأننا نترجعوا بس 90 سنة لأن عمر الأحزاب في المغرب هو 80 سنة. أول حزب في المغرب هو في 1963 كنت في العمل الوطني وأبنى من قيادات عمرها 90 سنة. شكرا سياسة أستاذ سهيل.